غاب الكاتب وحضر الكتاب، فمن خلف قضبان الاحتلال الإسرائيلي أطلق الأسير الفلسطيني المحكوم بالمؤبد مدى الحياة وائل الجاغوب كتابه بعنوان رسائل في التجربة الاعتقالية، سلط الضوء بين صفحاته على حياة الأسرى داخل المعتقلات الإسرائيلية. هاي الرسائل بتتمحور حول الحياة الداخلية للسجن، يعني كيف صباحهم بيكون، كيف حياتهم اليومية للأسرى، وبتتمحور كمان حول تفاعلهم مع الواقع الخارجي اللي ممكن هم بسمعوها في الزيارات القليلة اللي بزياراتهم لأهليهم القليلة اللي بتكون هي أصلا. وفي حفل إطلاق الكتاب شارك العشرات من ممثلي الفعاليات الوطنية والأكاديمية، وسط تأكيد على أهمية أدب الحركة الأسيرة لما له الدور الفعال في توثيق التاريخ النضالي المقاوم للأسرى نحو الحرية وفضح ممارسات الاحتلال بحقهم. نحن هنا اليوم من أجل رفع صوت الأسير عاليا، خاصة أنه ليس فقط في معركة ثقافية وإنما في معركة حماية حقوقه المكتسبة التي يحاول العنصر الصهيوني نهبها وإخضاعه تحت الاستبداد العنصري. ومنذ تطور مفهوم أدب السجون استطاع الأسرى الفلسطينيون إنتاج إصدارات أدبية متنوعة عكست قدرتها على رفع الوعي العام في التعامل مع مرحلة من مراحل نضال الشعب الفلسطيني. رسائل في التجربة الاعتقالية ليست مجرد كتاب بأوراق مكتوبة، فأصوات الأسرى تعلو ناطقة بين حروفه لما يتعرض له الأسرى من انتهاكات نسفت ما تبقى من معاني الإنسانية. خالد بدير، قناة الغد، نابلس، فلسطين.